ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، ودلوقتي هنبدأ مع بعض الشوط التاني. نعمل بقى وصفة كده لطيفة، عيش سريع على الطاسة، يعني لما الواحد يبقى مزنوق ممكن يعمله. أنا بحاول كل فترة، وبرضه هيبقى عندنا العيش اللي هنعمله بعد كده. ممكن نعمل العيش ده بدل الدقيق العادي اللي أنا هعمله أو الشوفان، نعمله بدقيق رز. دي الرز بيبقى رائع كمان في الوصفة دي جدا. طيب أنا هعمل عيش هندي في الطاسة، عبارة عن كوباية دقيق كامل الحبة، إما دقيق قمح أو دقيق شوفان، وعندي كوبايه من الدقيق متعدد الاستخدامات، تمام، وعندي 4 معالق كبار من الزيت النباتي، وتلت كوبايه من الميه السخنه، ورشه ملح. كل ده بقدير العيش. يبقى عندي كوبايه من دقيق الحبه الكامله، ممكن اعمله بني او اعمله بدقيق شوفان زي ما انا عامله، وعندي كوبايه من الدقيق متعدد الاستخدامات، انا حاطه دقيق شوفان دلوقتي، وعندي 4 معالق كبار من الزيت، وعندي تلت كوبايه ميه ورشه ملح. بسم الله، تعالوا نقول بسم الله ونبدا. طبعا الناس اللي حابه تضيف مكان الزيت زبده براحتكم، انا في الاخر بدي لحضراتكم افكار. اخد اول حاجه كميه الدقيق كده الابيض وزي الشوفان، كوبايه لكوبايه. عايزين تنوعوا تعملوا بزي الرز ماشي برده، كل دي حاجات جميله وبيطلع حلو على فكره بزي الرز جدا، كمان لمرضى الحساسيه اللي هم بتوع الحبه دول الكامله ما بيحبوش فيستخدموا زي الرز. طيب هاخد كده نوعين الدقيق فوق بعض، وهاخد ملح، وهاخد كده الزيت. بسم الله، 4 معالق زيت، وبعدين هاخد معاهم المية السخنة. أنا طبعا اسمحوا لي هنزل كده وأقلب الأول الخليط ده بسم الله مع بعض، وانا بقلب بضيف الميه علشان اتحكم في نسبه السوائل. خليني اشوف مع حضراتكم، عشان انا حاطه نسبه من دقيق الشوفان. دقيق الشوفان دايما اعرفه دقيق القمح الحبه الكامله يمتص شويه نسبه اكبر من السوائل. بصوا كده حاجه بسيطه، الم بس الشويه الباقيين، هي لسه جافه، هحط نقطتين كمان. انا ليه بقول لحضراتكم نتحكم في السوائل؟ لانه نوع دقيق اللي انا بستخدمه ممكن يكون نوع مختلف على حاجه بتستخدميه، او حضرتك جبتي شوفان عندك فاضل في البيت وطحنتيه فاستخدمتيه بديل الدقيق، فكل دي حاجات عوامل تخليني اتحكم انا في نسبه الميه. بسم الله، النقطة الثانية المهمة، بصوا كده اهي، النقطة الثانية المهمة هي ان انا اريح العجينة دي. اخد كده نقطة زيت بس كده في البولة، اعمل كده نقطة الزيت دي مهمة جدا، وخليني اخد كده قليل من الدقيق اعجنها بس هنا قدام حضراتكم الدقيق. كده كده يا رودي ماشي. عشان يبقى اكثر دقه يعني يا ندى، اهو بصوا حضراتكم اهو تبقى كده. طبعا انا هاخد العجينه دي، بصوا بقى بدات تبقى لينه ازاي، ما تبقاش جافه، عشان هو كل ما بيقعد بيمتص من السوائل. فانا الاول كانت بتلزق حاجه بسيطه، عملتها لحد ما تبقى زي ما حضراتكم شايفين كده لينه ولطيفه،
يعني تحسوها ايه طريه مش جافه. خلاص هحطها بقى في البوله دي كده مع الزيت وهروح مغطيها وهروح ايه سايباها زي ما بيقولوا ايه تاخد وقتها يعني وترتاح. هاجي بقى انا اللي عاملاه التاني ده مش بنفس نوع الدقيق ده، فانا هسيب دي ترتاح مع حضراتكم ونبقى نخبز منها اتنين مفيش اي مشكله خالص. انا هعمله على الطاسه، اسمحوا لي هشطف ايدي وايه ونشوف شكل الفراخ كده وهي في الطاسه. انا سايباها على نار هاديه قوي بقى، وطيت وهوريكم الرز حالا ونقدم الطبق بتاعنا ده. الرز عملناه بطريقه بسيطه وسهله بس عايزه اقول لكم ريحته جميله جدا. ادي الفراخ اهي، شوفوا بقى الصوص بقى جميل ازاي. طبعا الكزبره الخضراء مديه شويه يعني طعم، وطبعا غير التوابل الله الله الله. بصوا كده شايفين الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر بسم الله، هاخد شوكه كده واري حضراتكم اهو. شايفين الرز اهو، ده الرز البسمتي حلوه حلوه، هتاكل من غير ما تبقى خايف. لا جميل جدا، وخلوا بالكم. انا تسلم يا رب، انا عملته يبقى هرفع بقى كده من على النار. انا عملته ملح مظبوط، ما هواش يعني ملح. ليه؟ اعمل حسابي اني هحط الصوص ده على الرز وهاكل، فطبيعي ان هو يبقى يعني هيبقى مظبوط بالملي. طيب هسيب دي ترتاح، خليني اوري حضراتكم اللي انا عاملاها بالدقيق الابيض العادي عشان نبقى عملنا كل حاجه تناسب حضراتكم. بسم الله، بغطي كده بكيس، بطلع العجينه اهي هنا، بسخن بقى الطاسه بتاعتي. خليني اخد بقى هنا رشه من الدقيق كده. بصوا لما بترتاح بتبقى عامله ازاي، زي بالظبط عارفين الفطير الشرقي لما بنعمله دي وميه وملح. فدي وميه وملح ده تلاقوا العجينه الاول شاده كده، وبعدين تيجوا بعد ما تريحوها تشوفوا بتاع الفطير يفضل يبطط فيها على انها ايه فيها خميره، وهي ما فيهاش خميره اصلا، هي بس العجينه ارتاحت. خلاص هناخد بقى كده ايه نبدا نفرد بالمردله هنعمل كده. بسم الله، انا بسخن هنا طاسه بسخنها، خليني بس اعلي النار عليها شويه. حلو قوي، اعلي النار شويه. بسم الله كده، خلي بتاعه الدقيق هنا جنبي. اذا احتجت فسفوسه كده حاجه بسيطه قوي، سنتوسه صغيره، سنتوسه. انا عايشه في البيت كلهم اقول لهم سنتوسه عشان اقلع الاولاد ياكلوا، فاقول له دي سنتوسه صغيره، حاجه بسيطه قوي، سنتوسه صغيره عشان يقتنع. عمرهم ما سالوني يعني ايه عشان انا ما عنديش رد يا ندى، فما تحرجنيش. يعني عمرهم ما قالوا لي سنتوسه دي يعني ايه عشان انا ها؟ طيب كده عملنا قبل كده مع حضراتكم التورتيلا هنا ايه، والعيش الطاسه ده على فكره من انواع العيش الجميله قوي السهله، يعني اللي نقدر يعني ايه نعملها واحنا مرتاحين كده. بصوا بقى بفرد ازاي كده، كده وهاخد الناحيه الثانيه. ايه لا شرط، عايزين مره نعمل عيش البلدي بقى، نعمل بس في الفرن. العيش البلدي ده جميل بس بنفرده على رده، يبقى بس القعر بتاعه هو اللي ايه اللي كده، بترش على الوش برده شويه عشان في ناس ما بت ايه ما بتحبوش يبقى كده اهو. نفرد كمان شويه كمان، نريح العجينه كده حلو، وكمان سندوسه. حاضر يا فندم. كده اهو بصوا، او كل ما ترتاح افردها تبقى تمام. نفردها بقى ما تبقاش بترجع معانا كده وتايه وتكش اهو. طبعا اللي عايز شكل منمق حضراتكم تقدروا تعملوا بطبق كده، تقلبوا الطبق على وش العجينه ونعمل بشكل طبق مدور مثلا، فتدينا شكل حلو يعني شكل مهندم اكتر يعني. خلينا بقى ايه بسم الله
كده. اهو على الطاسه من غير اي حاجه، انا ما ضفتش ولا ماده دهنيه ولا حاجه. اهو قدام حضراتكم كده. احنا ممكن بقى نجيب الطاسه دي هنا، ايه رايكم؟ ونخلي بقى دي خلاص هناك عشان حضراتكم ايه يعني تبقى على النار هنا اقوى بسرعه. خلاص ممكن نعمل واحد كمان بالعجينه اللي احنا عملناها دي، بدي شوفان. كده شوفان ده بقى من الحاجات يعني الجميله جدا غنيه بالالياف فعلا، يعني بيساعد على الشبع بجد، وسعراته كمان الحراريه قليله، فحضراتكم ما تقلقوش منه. اهو انا هفرد ده، بس ده هيبقى شكل مختلف، ده مرتاحش، بس انا هحاول اعمل واحد كده مع حضراتكم كده. اهم حاجه العجينه ما تشققش عشان اطمن ان نسبه السوائل فيها مظبوطه، لان هو كل ما بيقعد بيمتص من السوائل دي. لسه شويه كده اهو كده. هنغرف بقى دلوقتي الايه الرز بتاعنا، ونعمل بس نجهز عجينه كده بتاعت الرغيف ده اهو. تمام اهو زي ما حضراتكم شايفين. ونبص بس على الطاسه بصه كده، نقلب لسه، نقلب من ناحيتين. لا وطعمه كمان هيبقى حلو. تعالوا بقى ايه نغرف مع بعض. بسم الله. انا ممكن اعمل قالب كده لطيف للرز الابيض هنا مع حضراتكم، ومحمد هات لي طبق ابيض كده مدور حلو اقلب فيه الرز بتاعنا الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده، بصوا بيتنفخ ازاي العيش، هاجي بقى بالسباتشولا عشان اضمن انه ايه اهو. بصوا من هنا لما يعلى كده اعمل كده من الحروف كده عشان المنفوخ ده بيسوي العجينه جوه. اسمه بارت، خبز بارت، واعملوه بقى بنوع الدقيق اللي يريح حضراتكم. بصوا شايفين ازاي نقلب، عقبال ما انا اخد كده ايه مغرفه ابدا اغرف لحضراتكم. بسم الله. هنكبس بقى كده. بسم الله. الرز الابيض ده شايفين ازاي؟ بسم الله. الرز بقى ده لو اتبقى منه حاجه تقدروا تعملوا بيه بقى وصفه، رز بالخضار باللحمه المفرومه بالبشاميل، تعملوه زي المكرونه بالبشاميل كده يطلع روعه. تعملوا كرات الرز وتحشوها للولاد بالموتزاريلا، نكلفه الرز كده ونعجنه في بعضه كده بايدينا، ونروح ايه عاملين بيه الوصفه اللي بقولها لحضراتكم. بصوا الرز مش لازق ازاي، شايفين الرز؟ بصوا في قاع الحله مفيش. بتحب شويه؟ والله انت فكرتني بحد عزيز عليا بيحب نفس الموضوع، زي بالظبط شويه المحشي المحروقين في الاخر دول. انا بصراحه استحاله يعني احس ان ده يعني ايه حاجه عيب قوي، معرفش ما يعني صعب يعني. طب نحرق لحضرتك شويه الباقيين دول. الله يسعدك يا رب. كده بصوا لما اجي اعمل اي قالب في الدنيا اعمله كده. بصوا العيش شايفين اللسعه دي بقى اهي، هينفخ كده سنه من الحروف اهي. لازم اكبس كده القالب عشان لما اجي احطه ما يبقاش زي ما بيقولوا ايه يفرفط مني، لازم اكبسه وهو سخن، فالحراره دي بتخليه يمسك في بعضه. خلاص دول بقى انا ممكن اشيلهم على فكره في الفريزر ده لو هو زياده، واستخدم منه كرات الرز بقى تطلع روعه بشويه تتبيله ان شاء الله مره ثانيه نعملهم مع حضراتكم. خليني بقى، يا نهار ابيض على العيش وجماله. تعالوا بقى ناخد الطبق الحلو اللي محمد جهزهولي. فين يا ابو حميد؟ هتسلم ايدك. ماشي شكرا يا محمد. بسم الله.
الله اكبر. بسم الله. اهو ادي طبق الرز هنا، وخليني بقى اخد خلاص هنا اروح بصوا العيش اهو. معلش انا حطيته بقى هنا في التقديم، ونعمل الرغيف الثاني ونشتغل بقى مع بعض عقبال ما احط الفراخ كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. كده شايفين الفراخ الحلوه دي؟ هنبدا بقى الايه احنا عايزين حاجه خضراء بقى يا ابو حميد بعد اذنك، عشان نحط على الايه الرز بتاعنا او ورديه الطماطم الحلوه اللي انت عاملها لي هناك دي، شفتها؟ تسلم ايدك وعينك. بصوا كده، ايه رايكم؟ ها يا سيدي، حلوه الورده يا محمد، حلو. يلا والعيش، بصوا انا طلعت الرغيف اهو قدام حضراتكم وبعمل التاني. بصوا كده ادي التاني اهو معايا في الطاسه، بصوا بينفخ ازاي. بصوا هنا اهو اهو، شايفين نبطط كده، شايفين ازاي عشان يستوي جوه. بصوا بس هنقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، شايفين بقى الجمال ده؟ الله الله. نطودي بس الرز وتعالوا ناخد المغرفه نغرف الايه الفراخ بتاعتنا الحلوه دي لوش. بسم الله اهو. بسم الله بسم الله. الله، تسلم ايديكوا وعينيكوا بجد، والله تصوير يجننوا. تسلم ايدك مخرجنا، وتسلم ايد المصورين كلهم وحبايبي كلهم اللي في الكنترول. تسلم ايدك يا نودي. شايفين ازاي؟ وبصوا العيش ده بقى عامل ازاي، بصوا الجمال ده، والله العيش ده روعه اللي معمول بالشوفان ده، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلاص كده تمام، استوى وزي القمر. هاخده بقى واديه هناك. واو اهو، فنبقى عملنا كل الاصناف. تسلم ايد مخرجنا على الفراخ الجميله اللي ظاهره قدامي دلوقتي. اه خدوا بقى بعد اذنكم بس العيش اللي انا حطيته الاخير ده ونشيل الفراخ. بسم الله، حط معاها هنا الوردة التانية هنا كده اهي. وتعالوا بقى بينا نستسمح حضراتكم في استراحة بسيطة، هنرجع بعد الاستراحة هنعمل وصفة لطيفة كده وسريعة حلوة، كيك بسيط كان أحد الأصدقاء طلبوه مني، مش كيكة الأناناس المقلوبة، كيك بالأناناس، يعني الأناناس جوه خليط الكيك، حاجة بسيطة قوي. تعالوا نشوف هنعملها إزاي، لكن بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم.